وما بحبش كلمة طبيب الغلابة دي، لا احنا كلنا غلابة، أنا وأنت كلنا، صح ولا لا؟ أنا الدكتور محمد محمود حفني من ميت حبيب بالبي الشرقية، دي مسقط رأسي يعني، وأنا بعتز بيه وبالإقامة هنا. عمري 66 سنة، خريج جامعة الزقازيق ودرست البطنة في جامعة الزقازيق، تخرجت معاش كبير أطباء الإدارة الصحية بالبيس، وطبعا البلد دي لا فضل علينا يعني، الحمد لله اتعلمنا ببلاش وعايشين في خيرها يعني. فأقل واجب نقديه لأهلنا وناسنا يعني. بدأنا الكشف بجنيه الحمد لله، وبعدين أنا طول عمري ما فيش بيني وبين المريض حجاب يعني، ما فيش حد بياخد لي الكشف بره، المريض بيدخل ياخد حقه واللي بيدفعه يدفعه، فيش حد عندي ياخد الكشف بره خالص يعني. ممكن أنا أكسب فلوس كتير وولادي يبقوا وحشين أو صحتي تبقى وحشة، الحمد لله أنا الحمد لله عندي فوق 65 سنة وما زلت ساكن في شقة بالإيجار في البيس في الدور الخامس، وبطلع الدور الخامس، دي نعمة من عند ربنا. حال الناس انا ادرى بيها يعني، في ناس بتدخل لي هنا بيني وبينها حتى ما بيقدروش يدفعوا الكشف، وفي اهل خير كتير والله بيجيبوا لنا ادويه نوزعها، وناس بيدونا مبلغ يقولوا لو جه حتى حد ما تاخدش منه، فالحمد لله الخير في بلدنا كتير يعني، بلدنا اهل خير ان شاء الله يا اخي. الناس حتى في الشارع يعني، ما عنديش سياره بركب مع الناس العربيه، بادير حوارات طول ما انا ماشي في الطريق مع اللي في العربيه، الحمد لله حب الناس ده يا ابني كنز، كنز يا بفلوس الدنيا كلها، بس ما بياخدش اكتر من 20 جنيه اللي بيدفعوا ليا. في ناس بتحاول تدينا اكتر ما برضاش، طبعا دي حاجه بيني وبين المريض وبين ربنا. المجتمع الريفي مجتمع الى حد ما لحد دلوقتي مترابط، رغم ان التغيرات الاجتماعيه ما زلنا مجتمع مترابط يعني. تلاقي ميت حبيب مرتبطة بالكفر بالشغنبة بحواض الندى بصن دمنهور، كان البيت الريفي ده وحدة متكاملة يعني، كان أكلنا وشربنا من بيتنا وغيطنا، كان نادر نلجأ حتى للقرش نجيب بيه حاجة من سوبر ماركت، كان البيت الريفي فيه الطيور في البيت فيه اللبن وغيطنا فيه الخير، كان نادر لما نلجأ، وزيك ما كانش يهمنا الجنيه ده عالي وطي الدولار غالي، لان الخير في بلدنا، ولذلك اللي بطمع فيه ان الريف يرجع كوحده منتجه زي زمان. انا صله بالمريض لا تنتهي، بقول لهم تيجوا ان شاء الله تيجي 10 مرات لحد ما الرساله تتم، الوالد خف او عجزت عن حاجه اوجهه، طالما انا بنام مبسوط والحمد لله ولادي كويسين، ده عندي بالدنيا كلها، واحنا بقدر اللي نقدر نعمله بنخدم الناس، واحنا بخير الحمد لله، وربنا يتمم علينا وعلى البلد كلها بخير يا ابني يا رب. طيب بس